السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين برنامج بلندر هو برنامج عملاق جدا منافس للثري دي ماكس، حاجة تحفة اوبن سورس ومجاني رغم قوته ورغم عظمته ورغم كل حاجة. في ادنس كويسة فيه اسمها بلندر بيم، كل اللي عليك ان انت تعملها داونلود من الرابط اللي انا هحطه اسفل الفيديو ان شاء الله، تمام؟ او اكتب بلندر بيم وبعد كده بتيجي على البلندر وتروح الايديت وتقول له performance وبعد كده بتخش في الادنس وتقول له انستول وتختار الملف بتاع البيم وتقول له انستول ادنس، هيظهر معاك هنا تختار كلمة بيم وتعلم تشيك على البلندر بيم. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ خلينا نقول له فايل نيو. بعد كده انت هتبدأ بقى ترسم اي عنصر انت عايزه، وليكن مثلا كيوب تاني، وبعد كده نقول له موف اهوت، تمام؟ تعمل سيلكت وبعد كده هتيجي هنا على السين بروبرتيز ديت، هتلاقي عندك البيلدينج انفورميشن موديلنج ظهرت عندك هنا، تقدر تختار اي عنصر، تمام؟ هتلاقي ظهرت عندك هنا اسم العنصر اللي انت عامل له سيلكت، وهتقول له بعد كده ان العنصر ده مثلا ده نوعه مثلا اي اف سي جروب او سكوت او او او، تقدر تختار نوع الاي اف سي ونوع الكلاس بتاعه، وبعد كده هتقول له assign ifc class. لاحظ هنا اسمه كيوب 001، لما تقول له كده هيتغير اسمه لل ifc ويحدد له هو تبع انهي نوع، تمام؟ تقدر تختار الجروبس مثلا وبعد كده تقول له assign ifc class فيبدأ يتغير للاسم دوت، تمام؟ ده بيفيد ان انت بتنظم الشغل بتاعك على لغه يفهمها الاي اف سي، ان هو يبقى فاهم ان ده مثلا عمود ده حيطه وهكذا. لما تخلص خالص هتقول له فايل وتقول له اكسبورت، وهتلاقي اندستري فاونديشن كلاسز اللي هي الاي اف سي. كده انت بتسيف شغل بتاعك اي اف سي بحيث ان اي برنامج من برامج البيم يقدر يفهمه. فهو كده الادنس دي خلتك تحول العنصر اللي انت راسمها، لان انت ممكن ترسم كتل من الحوايط ومن الاعمده، فعشان يحطهم كل واحده في الكاتيجوري بتاعتهم من سطب اللي هي البلندر بيم.